الحمد لله ومن بعهده أوفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامجكم أبيض كالصفا. وكي تكون القلوب بيضاء كالصفا لابد أن تكون الأبصار محفوظة مغضوضة عما حرم الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قل للمؤمنين يغضوا، قل للمؤمنات يغضضن، والإيمان في القلب، فالقلب يتأثر بالأبصار. الأبصار من مداخل تغذية القلب، فإذا تأمل الإنسان ونظر إلى ما يرضي الله عز وجل فقد أدى حق هذه النعمة، نعمة البصر، نعمة جليلة وعظيمة، وهي حبيبة الإنسان، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. البصر نعمة غالية وعظيمة، والله عز وجل يأمر بالنظر: أفلا ينظرون فلينظر الإنسان أولم يروا. أمر سبحانه وتعالى بالنظر كثيرا في خلقه، وتأمل الخلق والنظر في خلق الله عز وجل هذا من تقبل رسالات الله، كما يقول ابن القيم رحمه الله: إن لله عز وجل آيات مسموعة وآيات مشاهدة. فأما الآيات المسموعة فهي القرآن والسنة، الوحي، هذا الذي يسمع وينقل بالسماع، وآياته المشاهدة المرئية فهي خلقه الكون، سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم. فالعين مخلوقة لأداء هذه الوظيفة، لخدمة دين الله عز وجل، ولكن الله عز وجل امتحن ابن آدم بشهوته بالنظر لإمتاع شهوته، وجعل له بابا حلالا مباحا لا يقتصر على النظر وفقط، بل يعين الإنسان على قضاء وطره تاما وقضاء أقصى لذته بالحلال، وجعل الأمور الحرام كلها ممنوعة، وجعل البصر يصون الفرج. فالبصر من أخطر النعم في الحياة وفي غذاء القلب وفي الفتن. فالقلب غذاؤه يأتي بالنظر في المخلوقات، والقلب داؤه وسمه في تقبل النظر الحرام، كما يقول بعض السلف: النظرة الحرام سهم مسموم من سهام الشيطان. فالشيطان رجيم، إذا رأى امرأة خرجت من بيتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان، خرجت إلى وسائل التواصل، خرجت إلى صورتها على واتساب، خرجت إلى الشارع. وكما يقول العلماء أن هذا الحديث لا يقتصر على المتبرجات، وإنما يعم كل امرأة. إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان، زينها، زين فيها ما ليس فيها، زين فيها ما لم تقصد، جعلها تبدو أشد إثارة وإن لم تقصد. إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، هي ليست مجرمة أنها امرأة، يعني لا يطلب منها أن تكره جسمها أو أن تكره أنوثتها، لا، ولكن أن تسترها إلا عن حلالها. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، وأن تنظر المرأة إلى عورة المرأة. احفظ عورتك إلا من زوجتك،
أو ما ملكت يمينك؟ قالوا يا رسول الله الرجل يكون وحده. فقال عليه الصلاة والسلام الله أحق أن يستحي منه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وانظر إلى الأمر لا يحتاج إلى خطة، يغضوا من أبصارهم. وقول الله عز وجل من أبصارهم يعني هناك أبواب مباحة، هناك باب أحل لك. من ذلك النظرة الأولى، يعني لا يطلب منك أن تكون أعمى، لا يطلب منك أن تكون غير مبصر، ولكن غض من بصرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والأخرى ليست لك، لك نظرة واحدة تميز بها الطريق، تميز بها مصلحتك، تميز بها الحياة، تستطيع أن تمارس حياتك الطبيعية غير أعمى. فإذا ظهر لك الذنب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة اصرف بصرك، اصرفه، اصرف بصرك عن الحرام، ليست خطة هي، لا يحتاج منك الأمر إلى 10 خطوات لغض البصر، اصرف بصرك، انتهت الحكاية. قال الله عز وجل قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. زكاة القلب، زكاة القلب، الزكاة التزكية يعني التطهير والنماء. هل لك إلى أن تزكى؟ الزكاة وإزكاء القلب بغض البصر. لهذا فاتق الله في فتنة النظر لما حرم الله عز وجل، لأنها تفسد القلب وتضع فيه الحسرات، كما يقول الحسن من تابع النظر امتلأ قلبه بحسرات. النظرة الحرام تورث الحسرة في القلب. فالقلوب البيضاء الصافية تغض أبصارها عن الحرام فلا ترى، وترضى بما قسم الله. قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. ليس الأمر حراما على الإطلاق، وإنما لك نصيب مباح. فاللهم هذا الكلام عن غض البصر والقلوب الصافية البيضاء فارزقنا إياها يا رب الأرض والسماء.